راح المول من يوم روح من المدرسة ما بهمك أصلا أنت حتجيب ميوني كله سهل. روز نعم شوي صاحبتك. نعم ماما. قومي على دروسك بسرعة. أمي ما درستي ولا فتحتي ولا كتاب ولا إشي من أول السنة وإنت بس لعب مع أصدقائك روحات مول وبس. عادي ماما أنا ذكية. كيف ذكية وإنت ما فتحتي ولا كتاب؟ ماما أنا ذكية متأكدة هاي السنة حجيب 100 من 100. نفس هديك السنة قلتي لي راح أجيب 100% ورسبتي. طب ماما صح ولا لا؟ صح. بدي أروح المول. بدك تروح المول؟ قومي على دروسك بسرعة. طيب يلا يلا. كيف صاحبتي؟ كيفك؟ رجعت لك بس كنت مشغولة بشي. اليوم حنروح المول. شوفوا طبعا أنا هلا بدي أحط حمرة. روز شو عم بتسوي؟ عم حط حمرة. أنا ما قلت لك روحي على دروسك؟ بس فاتحة السناب واليوتيوب وقاعدة مع المتابعين عم تتكلمي؟ ذاكرتن يا ماما. إيه ما تذاكرتي وأنا ما شفتك لسه قبل شوي طلعت من عندك. قبل شوي أنا سريعة ماما، بتعرفيني أنا سريعة. يا بنات يا بنات يا بنات اللي ما خلفش بنات في الحنية هي غلطت هلا بصلحها. تصور فيديو. هاي طبعا نحن اليوم رايحين المول وراح العب اخطر لعبه بالعالم قطار المول. طبعا انا بدي اجربها كثير متحمسه. روز انا ما قلت لك على دروسك؟ ماما عم صور ليش خربتي؟ قومي على دروسك هلا دروسك اهم من التصوير. ماما نحن اخذنا دروس صح؟ صح. فانا بحفظهم بعقلي اصلا. انت اغلب الايام كنتي غايبه ومانك حاضره ولا دروس انت اخذتيهم. قومي صلي اذان العصر. قومي صلي ويلا قومي على دروسك. يلا يلا حصلي هلا لسه هلا اذان ماما. استغفر الله العظيم. اوكي طبعا هلا تعالي معي لنروح المول. حماس بدي العب قطار المول كثير انا متحمسه. اوكي بس لا تنسى تحط لايك وشيرك وسبسكرايب وجرس التنبيه عشان يوصلك كل شيء جديد وروح معي. اهلين يا روز جيتي من الاختبار؟ شو طمنيني كيف سويت؟ رسبتي؟ انا ما قلت لك قومي ادرسي وانت ما كنتي تدرسي وتروحي على المولات وتحطي مكياج وتصوري للمتابعين. شفتي اخر اللي بتقولي لي انا فاهمه انا فاهمه. الاسئله اصلا من الكتاب. لكن من وين جايبي؟ كلنا بنرسب وما كلها من الكتاب. لا هذا الكلام غير صحيح. انتو ما درستي ماما. هذا نهايه اللي ما بيدرس وما بيسمع كلام امه. هيك بيصير فيه بعيد السنة مرة تانية. ماما جاي رح أدرس. بنشوف السنة الجاي إذا رح تكوني تعلمتي من خطأك ولا لا. طيب؟ طيب. إيه صاحبتي؟ هلا مو وقت نروح على المول. بدي أدرس. لا استرحي بالدراسي. من أول السنة شو بدك؟ باي. يا روز؟ نعم ماما. يا ماما أنت من الصبح فايقة بكير وقاعدة عم تدرسي. ماما لازم تاخدي استراحة شوي. لا ماما أنا مبسوطة بحب الدراسة.
بس يا ماما انت من الصبح ما نمتي الا ساعتين اليوم. حلو ساعتين. يا ماما لازم تنامي شوي، تريحي، تاخدي شوي هيك راحة، تعالي اجلسي معانا. ماما هلا انا في اختبارات نهائية وانا لازم ادرس لها. الله يوفقك وينجحك يا عمري انت. ما شفت كتبت هاي حلوة؟ ما شاء الله عليك شطورة، الله ينجحك يا رب. ما صدقت نروح على المول، انا قلت لا لا عشان هلا بدي اذاكر. طبعا بالاجازة بنروح مع بعض على المول صح؟ صح. شاطرة. خلصت التعبير. هلا اذن خليني اروح اصلي. ما شئت رح ادعي اني انجح، يا رب انجح. لين اصلي. الله يرضى عليك يا روز، ما شاء الله عنك، الله يوفقك وينجحك يا بنتي. يا روز خلصتي صلاة يا ماما؟ ايه يا ماما. طيب شو رأيك اسوي لك سناك خفيف، فواكه، تفاح وموز، وتيجي تتفرجي معايا وتاخدي قسطا من الراحة؟ لا ما بدي، بدي ادرس. طيب يا ماما مثل ما بدك، الله ينجحك ويوفقك يا رب. بس لا تنسي بالاجازة بلعب معك وبسامعك. بس لا تنسي يا ماما تريحي شوي. ايه ماما هي الدراسة لازم أظل أذاكر. طيب يلا الله ينجحك. ماما نجحت. مبروك مبروك يا ماما. الأستاذة كرمتنا، قصدي المديرة. أنا لأنه أنا طلعت على المدرسة مو بس على الفصل، كل هذا من تعبي. وين بابا بدي أقول له؟ يا عمري بابا هوني بالصالة. الله ينجحك يا بنتي، هذا لأنك أنت تعبتي واجتهدتي على حالك. وكمان الأستاذة المعلمة كرمتني. يا عمري انت بتستاهلي اصلا. حطيتهم هون. شاطرة. رح نحتفل اليوم بنجاحك ورح اخذك على المول ورح امشيك. تمام؟ تمام. يلا. باي. خلصت مدرستي. وبس هذا هو. شكرا يا انا اليوم لا تحطها لايك وشير وسبسكرايب، وطبعا هلا انت درسوا علشان هنا عطوكم اجازه عشان تدرسوا مو عشان تلعبوا وتنطوا وتروحوا زي البنت مو شاطره عم تقعد على الجوال كل شوي عم تكلم صاحبتها عم تروح على المولات. وبعد اجازه الاختبارات بنروح على المول وبننبسط صح؟ اه صح. وبنكون نجحنا. ماما ما بتسمح لي. شو ما بسمح لك؟ ما بتطلعيني تخليني بالبيت. لا يا روز انا ما بطلعك الا تطلعيني. طيب المهم لا تنسى تحطوا لايك شوي وشارك وسبسكرايب وجرس تنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد. ونحن كثير بنحبكم وبنشكركم على دعمكم لنا وما بقى شيء، وبنوصل للعشر آلاف. ياي. يلا نسوي حفلة؟ أكيد يلا بس انجح نسوي حفلة نجاح روزي إن شاء الله. كنا وكمان كنا وصلنا 10,000 نسوي الاثنين. يلا وبس سلام. كانت تسوي زي هيك بس.